اليمن. هذا وركزت الدورة 41 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التحضيري للقمة الخليجية 37 على مناقشة متنوع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها اليمن، إلى جانب وضع يدها على مختلف المواضيع المتعلقة بمقتضيات المرحلة القادمة والمتمثلة بوحدة المصير والعمل الخليجي المشترك بين دول المجلس. اتفقت أوراق الدورة 41 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون التحضيرية للقمة الخليجية 37 أن تضع يدها على جملة المواضيع المرفوعة من قبل اللجان الوزارية والمتمحورة حول جدول الأعمال للمجلس في دورته المقبلة والمعنية بمناقشة تلك التطورات التي طالت ولا تزال مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية، فضلا عن التطرق لأبرز الموضوعات المتعلقة بجهود دول مجلس التعاون في ترسيخ دعائم وركائز الأمن والسلم في المنطقة بالشكل الذي يضمن وحدتها وسلامتها ويحقق لشعوبها التنمية والرخاء. يهدف اجتماعنا اليوم إلى استعراض المواضيع المرفوعة من قبل اللجان الوزارية والتي تمثل جدول الأعمال للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بجهود دول مجلس التعاون في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة بما يضمن لجميع دولها وحدتها وسلامتها ويحقق لشعوبها التنمية. اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استطاع استشراف الرؤى وصولا إلى تصور شامل لمقتضيات المرحلة القادمة بالصيغة التي ترتقي لطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في تحقيق المنعة والقوة لدولهم ومحاباة جميع أدوات التطور التي من الواجب أن تطال مجالات العمل كافة. جدول الأعمال حافل بمواضيع كلها تصب في خدمة المواطن الخليجي، جميعها تنظر إلى تنفيذ ومواصلة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين اللي تم اعتمادها من قبل أخوانا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في القمة السابقة في الرياض. الملف اليمني جاء من بين تلك القضايا الإقليمية التي سعى الاجتماع إلى وضعها على سلم أهم الموضوعات الواجب مناقشتها وقراءة معطياتها السياسية بشكل واقعي يضمن دخول اليمن الشقيق في مرحلة التنمية والبناء وتجاوز محنته التي يمر بها. نقدر دور الأخوة في مجلس التعاون جميعاً والجهود التي تبذل من أجل السلام، ولقد أثبتوا أن حرص على الشعب اليمني من خلال تقديم الدماء وحرصوا أيضا على الشعب اليمني من خلال الدعوة للسلام والاستجابة لهذه المبادرات والحديث معنا مجلس التعاون، كل دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، عمان، تتحدث معنا عن السلام. إخواننا في اليمن أيضا في رؤية خادم الحرمين الشريفين خذت حيز مهم في الرؤية وهو العمل على عقد مؤتمر دولي لإعادة أعمار اليمن بعد إن شاء الله الوصول إلى سلام مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216. لقاء خليجي بامتياز لم يغفل عن الاتيان على ذكر كل شاردة أو واردة تهم مسيرة العمل المشترك. شؤون مختلف القضايا الإقليمية وأبرز ملفات المواضيع الساخنة كانت محل نقاش مستفيض على طاولة أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذين تقاسموا الآراء لوضع صيغة أولية تمهيدية لشتى القرارات التي من الممكن مناقشتها على جدول أعمال القمة الخليجية 37 التي ستستضيفها المملكة في الأول من الشهر المقبل.
لتلفزيون البحرين.